كاين ناس اللي تيقلبوا باش يشتريوا عقار اللي يكون واجد وجاهز ويكون داكشي متقون على حقه وطريقه وكل حاجه تكون محطوطه في بلاصتها. اذا كنقول لكم هذا العرض هذا راه ديالكم، جايب لكم اليوم شقه بالاتات ديالها، وماشي اي اتات، اتات اللي هو رفيع وكل حاجه محطوطه في بلاصتها. عندي هذا العقار ديال اليوم راه كله تعاود من الاول ديالو حتى الاخر. كيفاش تعاود من الاول ديالو حتى الاخر؟ الفينيسيون ديالو كلها تعاودت، شرات شقه في حله وقاموا ماليها بالتغيير الكامل للعقار. منين بدا داك الشيء حتى من الباب ديالو بداو فيه. كيفاش بدا؟ اول حاجه غادي نوريكم المدخل. المدخل عندي هو هذا، عندي هنا كاين سيجور كما كتشوفوه، والعقار ديال اليوم كيتباع بالاتات ديالو، بما معناه هاد الحوايج هادو اللي كنصور في الفيديو كلها غادي تتباع مع العقار، ما غادي تحيد حتى شي حاجه. واخا قلت بان العقار تعاود كامل، كيفاش؟ هي بالنسبه مثلا اول حاجه واول اللي كنلاحظوا الا وهي الارضيه. الارضيه راه فيها الباركي لوريجينال ديال الباركي، ماشي الفو باركي ولا لي في باركي، فهو الباركي لوريجينال. راه من الصوت ديالو كيتسمع، انتما سمع معايا، راه من الصوت ديالو تنعرفوه. نزيدو عليها بالنسبه لانستالاسيون ديال الضو، كلها تعاودات بالكابلات والخيوط ديالها، لانستالاسيون ديال الماء والقبس كله تعاود في هذا العقار. اذا كتدي شي حاجه مع الضمانه بانها خدامه وخدامه مزيان. اذا سيداتي سادتي كنقول لكم مرحبا بكم من جديد مع طارق في العروض العقاريه وفي الهميزات العقاريه. كما كنقول ديما، جيب لكم شقه متوله باتات ديالها كله مازال جديد في حله ديالو زوينه، ماليها اضطروا باش يبيعوها، كيقطنوا خارج اراضي ولا ارض الوطن، بغاو باش يبيعوا هذا العقار. كما كتشوفوا معايا فيه صاله اللي هو بطريقه اللي هي روميه بالنافذه ديالو، وفيها الكليماتيزور ديالها، الطابلويات، وكذلك حتى هاد لي فوتوي اللي كتشوفوا معايا راه في ماركه، وماركه اللي معروفه، دايرين فيها هاد المبل هذا ديال التلفازه، وفيها التلفازه والطبله ديالها. اليوم كنتواجد بكم بالضبط بمدينه مكناس، وعلى مقربه من واحد من الشوارع اللي معروفه عندنا في المدينه ديال مكناس، الا وهو شارع السعديين. الناس اللي كتشوف الفيديو من خارج مكناس تبغي تعرف البلاصه بالضبط، مثلا كنكونوا في وسط المدينه اللي هي حمريه، كنشدوا الطريق في اتجاه ديال الملعب الشرفي، كنزيدوا طريق اللي غادي للباساتين، هنا فين كاين هذيك هي لافينو ديال السعديين. عندنا هذا العقار هذا كيتواجد في احدى العمارات اللي فيها اول حاجه المصعد، فيها كذلك مرآب ديال السيارات خارجي، وكاين تحت العماره كذلك المرآب ديالها، كاين باركينغ مثلا خارج العماره، وكاين مرآب ديال السيارات اللي كيكون داخل العماره. الشقه اللي كنصور فيها مساحه كنظن ديال 104 ديال المتر مربع، فهي لا تقل بعدا على 100 متر. كما قلت كنتواجدوا في عماره ار بلس 4 الشارع حنا ذكرناه. هذا العقار هذا احنا شفنا كاين فيه صالون سيجور وفينيسيون اللي كلها متقونه، وكلشي كما قلت غادي يبقى في هذا العقار. غادي نشوفوا دابا، ندخلوا تشوفوا معايا شنو كاين عندي هنا مور هذا الباب. هذا عندي مطبخ اللي هو واجد، المطبخ ديالي فيه البلاكارات ديالو، فيه لاوت، فيه لابلاك، وفيه الفرن، فيه الثلاجه، فيه ميكرووند، بلاكارات كاينين فوق، بلاكارات كاينين تحت، وكاين كذلك عندي واحد بيوندغي ديال البلاصه فين كنديرو شوفو الماكينه ديال الصابون. غادي تشوفو معايا بان حتى التجهيزه راه مازال جديده. عندي الماكينه ديال الصابون، وعندي كذلك الشوفو ديالي. دان عقار اللي واجد اللي كامل مكمول، انسان غادي يجي يجيب حويجاتو الملابس ديالو وياخذ هذا العقار. حتى الثلاجه من نوعيه معروفه، كما قلت في الاول العقار غادي يبقاو فيه هذا الشيء اللي كتشوفوا معايا دابا، كله غادي يبقى في هذا العقار. دان عندي هنا واحد الممر اللي دايرين فيه بلاكارات، فيه واحد الحمامه هو الى رقم واحد، حيت كاين جوج حمامات، كاين حمام اخر غادي نشوفوه في القلب ديال الغرفه ديال النوم اللي معتبر ومقد. عندي مبل هنا، مبل تحت، شوفوا الفاس كي داير، روبينيات كي دايرين، دوش، تواليت. ما قلت مازال في الحله الرئيسيه ديالها، ومازال
غادي تشوفوا معايا الغرفه ديال النوم، هي غرفه معتبره. كنعاودها راه تيتبع هادشي بالاثاث ديالو، العقار ديال اليوم بالاثاث ديالو. منين وصلنا للغرفه ديال النوم نقول لكم الثمن. اذا اعزائي المشاهدين اعيروني انتباهكم، الثمن ديال هذا العقار هو 640000 درهم، تنهضروا على 64 مليون. ولربما كنعاودها لربما يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التفاوض مع صاحب هذا العقار. فيكفي مثلا انسان يعجبو هذا العقار الاتصال او التواصل معي. كذلك انتم من عندكم شي عقار بغيتو تبيع، فانا راه الخدمه راه الاشاره ديالكم. هنايا حنا شفنا الغرفه ديال النوم، الا لاحظتوا معايا كان عندي هنايا هذا ورق الحائط ولا بابي با من كلتا الوجهتين، في الطيتولي ولا الراس ديال السرير، وكذلك في الخلفيه ديال التلفاز. عندي هنايا دريسينغ، عندي هنايا البلاصه فين كاينين البلاكارات، بلاكارات الفوق بلاكارات التحت. عندي هنا الحمام ديالي، فيه الفاسك ديالو، فيه داك لاكابين ديال دوش، وفيه التواليت ديالو هنايا. دي الغرفة ديال الوالدين اللي كاملة مكملة، فيها كل ما يحتاجه الإنسان، فيها التريات ديالها مثلا. كما قلت لكم أعزائي المشاهدين، هادشي بثمن ديال 640000 درهم، 64 مليون بالضبط. الطابق اللي كيتواجد في هاد العقار هو الطابق الرابع، وعمارة اللي فيها المصعد، فيها المرآة، وبلاصة اللي هي محروسة، كاين الحراسة مثلا، كاين سيكوريتي، كاين كاميرات ديال المراقبة، ما إلى ذلك من أشياء. عندي هنا في هاد الغرفة ديال الوالدين فيها تا لاكليم ديالها. غادي ندوزو نشوفو دابا آخر شيء بقى ليا، ألا وهي الغرفة ديال الوليدات. تا هي فيها باركي في الأرض، فيها بلاكار، كنتمنى العقار ديال اليوم أعزائي المشاهدين يعجبكم. كان معكم طارق من قناتكم أفعل، متنساوناش بالضغط على زر الإعجاب والإشتراك في القناة ديالكم، حتى يتسنى لكم الوصول لجميع العروض اللي كنقوم بالوصف ديالها، يجيكم إشعار ويوصلكم العروض كاملين. كنقول لكم أعزائي المشاهدين دمتم في رعاية الله، واللي بغى يشوف هذا العقار فأنا راه الخدمة راه الإشارة كما قلت وكنعاودها. بالنسبة للثمن ديال العقار ديالي ديال اليوم راه قابل للتفاوض. كنقول لكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.